عصير مهم بالنسبة للناس اللي كيعانيو من أعراض جرثومة المعدة وقرحة المعدة. هاد العصير هذا غتجربوه 3 أيام فقط. هاد 3 أيام هادي غادي تشعروا، غادي تحسوا أو لا غادي تشعروا بواحد الفرق كبير بزاف بزاف في الأمعاء ديالكم، وغادي تحسوا بواحد الخفة وواحد السهولة في الامعاء ديالكم. دوك الاعراض كلهم غادي يختفيو، غادي تستغناو على دوك الاعشاب ودوك الادويه، لان دوك الاعشاب راه كتعالجوا بهم حاجه وكتضروا بهم حاجه. وكنعرفوا بزاف الاهميه ديال هذا العصير، فهو مهم كيصفي لنا الدم، كيصفي لنا الكليتين، كيطهر لنا الجسم من سموم. مكونات بسيطه بزاف، اللي هما 3 مكونات فقط. حذاري، الله يعطيكم الستر، حذاري من كثره الاعشاب لانها كتاثر على الكليتين وكتاثر على الكبد. وهذا العصير خفيف للصحه ديالكم. اجيو نشوفوا الوصفه. لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو كما العاده، فيديو جديد، نهار جديد، موضوع جديد كما العاده. فيديو ديال اليوم كيخص النساء وكيخص الرجال بالدرجه الاولى. فيديو كيهضر على الجهاز الهضمي، مشكل ديال الجهاز الهضمي، تقرحات المعده او ما يسمى بجرثومه المعده. بزاف ديال الناس كيعانيو من مشكل ديال المعده. علاش؟ لانهم كيخلطوا في الماكله بزاف، كياكلوا ماكله زرقاء، كيخلطوا كياكلوا الدهون، كياكلوا المراقي، وكيغلقوا بزاف وكينعسوا. يعني الجهاز الهضمي ما كيخليوش ليه الوقت فاش كيهضم هذاك الشيء وفاش كيستراح. اليوم جبت لكم واحد العصير رائع، اكثر ما يقال عليه رائع بزاف بزاف. مكونات بسيطه، كله غني بالالياف المعدنيه، غني بالمعادن، وغني بالفيتامينات اللي غيساعدوا لنا الجهاز الهضمي. وغنش فقط دخلوا على الناس اللي عندنا في القناه ديالي، دخلوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالي عند نزولي. ما تنساوش واحد لايك واشتراك، كتشجع ليا باش نزيد نعطي اكثر واكثر، واحد تعليق زوين بيان سور الى نتوما بيتو وعجبكم لا فيديو. المهم باش ما نطولش عليكم، اجي ندوزو المكونات. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه هذه، كنحتاجوا الاوراق الملفوف، اولا كيف كيسميوه بعض الدول اوراق الكرم. اوراق الملفوف كنشدوهم وكنغسلوهم مزيان بالماء والخل، باش ما كتعرفوا بان كيكونوا فيهم بعض الحشرات في الداخل ديالهم. كتغسلوهم مزيان، انا هنا شديتهم صينين، غسلتهم وقطعتهم. ولكن بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الغازات في المصارن، من الافضل انهم يسلقوهم. كنعرفوا الفوائد الكبيره ديال الملفوف، فهو كيسهل لنا عمليه الهضم، كيحمينا من الاصابه بسرطان المعده والقولون، كيعمل لنا ايضا على تطهير الامعاء، وكيعالج لنا قرحه المعده، كيزيد من تهدئه الكبد، وكيعطي للجسم واحد الطاقه واحد الحيويه رائعه جدا. الفوائد ديالو كبيره، يعني كبيره بزاف للجهاز الهضمي، يعني ما تستغناوش عليه. هذا العصير هذا راه غادي تشكروني وغادي ترحموني عليه. وبالنسبه للمكون الثاني، المكون الثاني اللي هو التفاح. التفاح غادي ناخذ تفاحه، غادي نقشروها مزيان، لاننا حنا من الافضل انكم ما ديروهاش بالقشور ديالها، وانما من بعد ما تقشروها. الفوائد ديال التفاح كبار بزاف، كيخلصونا من ديك الحموضه ديال المعده، كتكون واحد الاحماض كتكون لينا في المعده ديالنا من بعد ما كتنتقلوا على المعده. بزاف غني بالالياف الغذائيه اللي كتفيد لينا مرض الالتهاب بالمعده، كتحسن لنا عمليه الهضم وكتسهلها، كيحمينا ايضا من الاصابه بمرض قرحه المعده وسرطان المعده. كيحتوي ايضا على البكتيريا النافعه لصحه المعده، يعني عنده بزاف ديال المنافع على الجسم. اغلبيه ديال الناس راه عارفين الفوائد ديال التفاح، غير كنكونوا مثلا غير الا كلينا بزاف كنقولوا راه نهضموا بالتفاح. علاش كنقولوا كنهضموا به؟ لانه هو كيسهل لنا عمليه الهضم بزاف، وسهل وما نستغناوش عليه في العواصر ديالنا. حاولوا ما امكن تعودوا ديروا العواصر يكونوا بيو مزيان، يعني ما تحتاجوا لا تسلقوهم لا حتى شي حاجه، باش ما كيكونوا بيو كتستافد الجسم ديالهم كيستافد منهم اكثر واكثر. بعد ما قطعني هاد المكونات، غادي نزيدوا المكون الثالث والاساسي في هاد الوصفه. هاد الوصفه كنعاود ناكد عليها، الله يعطيكم الستر، راه فيها غير 3 ديال المكونات بدون اي اضافات. هاد المكونات اللي درت ما تضيفوا عليهم حتى شي حاجه، تبعوا لا فيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو بنفس الطريقه اللي خدمت بها انا العصير باش نجح معكم الوصفه. الله يعطيكم الستر. الاهميه ديال الجزر،
اولا ديال الخيزو فهي كبيره بزاف، كتعتبر من اهم الخضروات اللي كتعالجنا اعراض اصابه بقرحه المعده، لانه هو كيخفض لنا دوك التشنجات ودوك التقلصات، وهو صديق الامعاء لانه كيحتوي على الالياف والمركبات المضادات للالتهاب ديال المعده، وكيخلصنا من الحموضه اللي كتصاب فيها المعده. اكيد ها هو من بعد ما كنعصروه كنطحنوه مزيان كنديرو فيه معلقه ديال السكر على حساب الحلاوه ديال كل واحد، وها هو العصير ديالنا يا لالا موجود بالصحه والراحه. العصير ديالنا كيف كتشوفوا غزال في المذاق ديالو، خفيف هانتوما كتشوفوا ما كيجيش ثقيل بزاف، حاولوا ما امكن ما يكونش العصير ثقيل بزاف وما يكونش خفيف جاري بحال الماء، عينكم ميزانكم. غزال بزاف وعنده واحد الدور مهم، كيصفي لنا الكلاوي، كينظم لنا عمليات الهضم، وكيصفي لنا الكبده. عنده بزاف ديال الادوار مهمه للجهاز الهضمي، وكيخدم لنا على الجهاز الهضمي كامل. وحتى غتلاحظوا والله العظيم تبعوه غير 3 ايام الاولى، شتي 3 ايام الاولى غادي تلاحظوا واحد الراحه في الجهاز الهضمي ديالكم، سبحان الله. نتوما غادي تجربوه، جربوه 3 ايام الاولى. هو دائما خصكم المواظبه على اي وصفه كنعطيها او لا اي مكون كنعطيه او خلطه كنعطيها، دائما تخيطمو يعني المواظبه عليها. هذه غير 3 ايام، تبعوها 3 ايام غادي تلاحظوا الفرق، غادي تنعسوا مرتاحين، غتاكلوا مرتاحين، ما غاديش يبقى عندكم هذوك الاوجاع في الجهاز الهضمي، ما غاديش يبقى عندكم هذوك المشاكل ديالكم في العصران ديالكم في الامعاء ديالكم. يعني غادي يكون النتيجه روعه من اول استعمال من 3 ايام الاولى. كنتمنى لا فيديو دائما يكون خفيف ظريف على قلوبكم، كنتمنى نكون كنفيدكم ولو غير شويه بالوصفات ديالي والابحاث ديالي في الوصفات التجميليه والاعشاب الطبيعيه لصحه الجميع. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. العصير ديالي ها هو بالصحه والراحه، حيت باقي سخون شويه. المهم ما سخيتش بكم، ما سخيتش بكم، ما سخيتش بكم. يا هذيك بزاف ديال الحب لكم، بزاف ديال التقدير، بزاف ديال الاحترام. خليكم زوينين حيت نتوما زوينين وفعلا تستحقوا تكونوا زوينين. عواشركم مباركه باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما هو جميل ان شاء الله في حياتكم يا ربي، ودمتم في رعايه الله ودمتم متالقين وراكم عزاز وغاليين. وخليكم دائما من المتتبعين ديالي، ما تنساوش اي وصفه اي حاجه بغيتوها خليوها ليا في لي كومونتير، وانا راه كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين، واكيد غادي نكون ان شاء الله غادي نحطها لكم من خلال هذاك الطلب ديالكم ديال التعليق، غادي نحطها لكم على شكل فيديو ان شاء الله. وتنتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجميع. باي باي، خليتكم فرحت الله، بالسلامه عليكم.